طبعا بشكر ابونا طبعا وبقول له الف شكر طبعا ليه، وانا كمان بقول يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعلا. النهارده كلنا طبعا شايفين الكنيسه حاجه جميله قوي، وده زي ما بقول دور عباده برضو زي المسجد عندنا، ده كمان دور عباده. واحنا طبعا بنقول احنا شباب اولاد الكنيسه برضو جايين النهارده مبسوطين مع الساده المسؤولين، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والف مبروك على دي الكنيسه، واحنا بنشكرك يا ابونا. شكرا ليكم وشكرا لكل الساده المسؤولين، وتمنياتنا الروحيه ان احنا نعيش حياتنا الانسانيه بشكل اقرب وافضل. نتمنى لمصر وللعالم كله كل خير وبركه، لان احنا بنؤمن بإله صانع الخيرات الرحيم. شكرا لكم. شكرا لكم.